يتميز برنامج مهندسات الكويت بتدريب وتأهيل المهندسات المشاركات وبناء مهارات تعطيهم القدرة على المنافسة في القطاع الخاص وتزويدهم بخبرات واقعية تفتح لهم أبواب النجاح في بيئة العمل. من المؤكد أن توفير برامج تدريبية فرص لتأهيل الكوادر الوطنية النسائية لا يمكن تحقيقها بدون وجود شراكات فعالة بين القطاع العام والخاص من خلال البرامج التي تعكس المسؤولية الاجتماعية للشركات في القطاع الخاص لاستفادة من خبرات هذه الشركات في مجال التدريب وتطوير الخبرات الفنية للكفاءات الوطنية والتعاون القائم بين جامعة الكويت ممثلة في كلية الهندسة والبترول شركة ليماك لتبني برنامج مهندسات الكويت يعطي مثالا ناجحا للشركات الاستراتيجية بين القطاعين. يأتي برنامج مهندسات الكويت متوافقا مع هذه الأنشطة والبرامج والفعاليات، حيث يهدف البرنامج إلى تأهيل مهندسات المشاركات للعمل، ومن ذلك من خلال قدرتهن تعزيز قدرتهن في التواصل وإثراء المهارات القيادية والعملية التي تهيئهن للتميز في البيئة التنافسية لسوق العمل في الكويت وخصوصا في القطاع الخاص وفي مجالات الهندسة والهندسة المعمارية المتعددة. كما يقوم هذا البرنامج على تحقيق التكامل المنشود لربط منظومة التعليم الأكاديمي والمناهج الدراسية بالخبرة التطبيقية والممارسات الناجحة ومهارات تدريب ميداني التي تتميز به جامعة الكويت.